عواد، انت في الفترة اللي كان بيتقال انه عواد مش هيقعد في الزمالك، اتعرض عليك عرض من بيراميدز؟ اه الناس اتكلمت معايا. اه الناس اتكلمت معاك من بيراميدز؟ اه الناس اتكلمت، بس انا بلغتهم ان رغبتي الاولى، يعني انا وصلت المسؤولين كده، يعني رغبتي الاولى هي نادي الزمالك. ايوه أه هشوف النادي، وبعد كده لو ما فيش نصيب مع النادي، وانا كنت متمسك بالنادي الزمالك لحد اخر وقت، ايوه يمكن لحد اخر وقت انا دايما كنت بتواصل مع كابتن حسين لبيب، وانا بشكره طبعا لان هو من الناس اللي تمسكت بيها بشكل كبير جدا، وكان مقتنع ان انا ما ينفعش امشي من النادي، واصر وعمل حاجات كتير جدا عشان ابقى موجود في النادي، فانا بشكره من خلالك يعني. كابتن حسين ده وحاجه سكر حتة يعني، سكر، امبارح يعني انا شفت من فرحه. اجمل الشخصيات اللي كسبها نادي الزمالك، ومن اجمل الشخصيات اللي كسبها الوسط الرياضي والكروي خلال الفتره اللي فاتت. برنس كده في كل تفاصيله، شخصيه في منتهى طبعا، الجمال اللي في الدنيا. وكنت شايف ان هو يعني فرحته كمان بالقرار اللي هو كان مصر عليه، بان انا ابقى موجود في النادي وان انا لازم موضوعي يخلص. شفت فرحته امبارح في عينيه، وقد ايه هو فرحان بيا ومبسوط، ودي كان عندي بالدنيا كلها، ان انت حد يبقى مراهن عليك في الكوره ويكسب الرهان في الاخر قدام الناس كلها. فيمكن الناس كلها لما انا جددت كمان بسبب الظروف الاخر فتره ليا، ما كنتش موفق مع النادي، وظروف التجديد والكلام ده كله، في ناس يعني كتير هجمتهم بعد البطوله، الناس كلها بتشكرهم على القرار اللي هم خدوه، وده طبيعي في الكوره يعني، ايوه طبيعي جدا. فشفت كل الكلام ده في عينين امبارح يعني، فطبعا بشكره، ودي يعني اقل حاجه ممكن الواحد يقدمها له يعني. بيتقال ان الزمالك طلب منك تخفض نص عقدك عشان تجدد، الكلام ده صح؟ هو اتخفض خلاص، اتخفض. اتخفض خلاص. اه لا يعني هو انت عملت كده اوريدي، يعني بص انت ما جددتش بالارقام اللي انت كنت تاخدها قبل كده، انت قللت عقدك عشان خاطر بص الزمالك. انا عايز اوضح برضو نقطه للناس في موضوع الفلوس دي، لان انا برضو اتبهدلت بسبب الموضوع ده من ساعه ما جيت النادي يعني. بس قال ده لك حقيقه عواد بياخد 300 مليون جنيه في اليوم. والله، والله يا ريت. والله يا ريت. فكل الكلام والله اللي كان بيتقال مفيش منه حاجه حقيقيه واحده يعني، يمكن الكابتن حسين موجود، والكابتن حسين السيد المسؤول عن ملف العقود اللعيبه في النادي يطلع ويوضح للناس لو انا فعلا كنت باخد الارقام دي ولا لا. اتحدى لو واحد في النادي طلع ان يقول كل الارقام اللي اتقالت خلال ال5 سنين اللي فاتوا دول ان انا خدتهم من النادي. طبيعي ان انت بتمضي عقد مع النادي بيتحط فيه الضرايب، والضرايب بتبقى موجوده على النادي. النت اللي انت بتاخده هو ارقام عاديه جدا مقارنه بلاعيبه مصر كلها، ويمكن اقل من لاعيبه مصر كلها دلوقتي في الوقت اللي هو القديم، ما ايوه بالك بقى بالعقد الجديد اللي انا مضيت عليه بالارقام الجديده. ولكن انا بالنسبه لي نادي الزمالك ده كان حلمي، ايوه ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك، ويمكن ضحيت بحاجات كتير جدا عشان ابقى موجود في النادي وقت ما النادي كان محتاج ان هو ابقى موجود ويتعاقد معايا. ويمكن الاحداث خلال ال5 سنين ان انا ما بلعبش، وابقى متمسك، وابقى من رقم واحد في النادي لرقم اربعه، وابقى متمسك ان انا ابقى موجود في النادي، حتى يمكن حصلت معايا احداث كتير جدا في النادي خلال ال5 سنين، وابقى متمسك لحد اخر وقت، ويمكن واحد من مليون يفكر ان انا لما تجيلي فرصه ابقى رقم واحد في النادي تاني اسيبه بسهوله، ما فيش حد عاقل يقول ان انا اعمل كده، او بيفكر ان انا اسيب نادي الزمالك حتى في الظروف اللي هو فيها، اكيد ما فيش واحد ممكن يفكر التفكير ده. ولكن هي في النهايه التفاوض طبيعي وبياخد وقته، ويمكن لو في حد في النادي كان شاكك ان انا ممكن ما اكونش موجود في النادي، كان من شهر واحد كان النادي عنده امكانيه ان هو يجيب حارس تاني، ما كانش المتحدث الرسمي للنادي دايما يخرج ويقول ان احنا مقدمين عرض ومستنيين عواد لحد اخر وقت في النادي، ما كانش الكابتن حسين هيبقى متمسك ويطلع يتكلم بالشكل ده عني خلال الفتره اللي فاتت. ولكن كل الناس بتجتهد، وكل الناس بتقول
يعني كلام من اجتهاداتها، ولكن في النهايه الناس كلها آرائها تحترم، وفي النهايه اللي انت شايفه صح واللي النادي شايفه صح حصل يعني في النهايه. في طفل يا جماعه عنده 5 سنين هو السبب الاساسي والرئيسي في تجديد عواد لنادي الزمالك، فهو اعتقد ان هو ده السبب او هو ده الاحق انه ياخد مكافاه السوبر الافريقي. قول لهم بقى القصه اللي انت حكيتها لي واحنا تحت الهوا. لا دي حقيقه يعني، يمكن قبل اللحظه اللي انا اتكلم فيها كابتن حسين السيد دايما بقعد مع مراد قبل النوم ونقعد نتكلم انت بتدخله معاك في كل تفاصيل حياتك. هو ليه راي يعني، هو ليه راي في البيت في اي قرار بناخده، هو ليه راي دلوقتي. ربنا يحميه يا رب. ربنا يخليك، ولازم ناخد رايه فيه، وقرارات المصيريه دايما يعني هو ليه حق يعني. فبقول له انت عايزني، انا بدردش معاه بقول له انت عايزني اقعد في النادي ولا امشي، بهزر يعني. فقال لي رد تلقائي كده، لا طبعا لازم تقعد. فقلت له طب ماشي تعالى نام بقى عشان ايه نخلص نلحق اخلص الموضوع بتاعي. فخلصت طبعا ورحت مكلم نيمته كابتن. نيمته، رحت مكلم كابتن حسين، كابتن حضرتك فين دلوقتي؟ قال لي انا في البيت. قلت له طيب العود مع حضرتك؟ قال لي اه. قلت له طب انا جاي لك دلوقتي. فرحت مخلص بقى ماضي. فرحته طبعا الصبح اول بقى ما صحي وعارف ان انا مضيت، يعني مش عايز اوصف لك بقى، كان طاير من الفرحه يعني. فدي من الحاجات برضو اللي تبين لك ارتباط الاسره بنادي الزمالك، وقد ايه هم بيحبوا النادي وعايزين ان الواحد يكمل مسيرته مع النادي. والحمد لله يعني الامور كان ماشيه كويس يعني. شفت لقطه الطفل اللي كان بيبكي امبارح في مدرجات الزمالك؟ طبعا شفتها؟ شفتها وناس كتير جدا يعني، بنقابل مشجعين كتير جدا بيبكوا على لما بنكسب او لا قدر الله ما بقاش فيه نصيب، ولكن يعني الناس كلها بتبقى متعلقه بنادي الزمالك بسبب الظروف اللي النادي بيعيشها بشكل كبير. يمكن الواحد دخل النادي بيحب النادي وبينتمي له، بس الانتماء بيزيد وحبك للنادي بيزيد كل ما الظروف بتبقى صعبه، الواحد بيتعلق بالنادي اكتر يعني. بتاثر فيكم الحاجات دي يا عواد؟ طبعا يعني في ناس كده بتحس ان اللعيبه ممكن تكون منفصله عن الجمهور، لا ما بيشغلش بالها الجمهور، الحاجات دي بتاثر فيكم؟ بتفرق فيكم؟ كل بتفرق معاكم يعني في الوقت اللي احنا فيه، وفي الوقت السوشيال ميديا والتواصل مع الناس، كل حاجه بتوصل لنا، كل حاجه بتوصل للعيبه. المواقف كلها اللي احنا بنشوفها دي بتوصل لنا وبنحسها، ويمكن كلنا كنا عندنا اصرار ان احنا ندخل السوبر ده ونفرح الناس دي كلها، عشان زي طفل زي ده بيبكي بعد المباراه وفرحان وفرحان بمكسب وما بياخدش حاجه من النادي، ولكن في النهايه هو بياخد فرحته من النادي وبينام مبسوط. كمية الناس اللي نامت فرحانة امبارح دي بكنوز الدنيا كلها يعني.